محافظ صلاح الدين يطلق الحملة الكبرى لتنظيف وترميم بهجي، ويطالب مدراء الدوائر بكتابة قصص نجاح فيها. محافظ صلاح الدين يتفق مع وزير الصحة على استراتيجية تعاون بمواجهة كورونا وتأمين مستلزمات الوقاية الصحية للمواطنين. خبراء ومختصون يحثون أهلهم في صلاح الدين لرفع درجات التأهب والحذر لمنع تفشي فيروس كورونا. الكاظمي لا تراجع عن خطة الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتجارة توزع الوجبة الأولى من مستحقات الفلاحين والمزارعين.